السلام عليكم، يعطيكم العافية. حبينا اليوم نتكلم عن ماكينة الهوندا ايو 65 بقوة 6500 واط، ماكينة يابانية 100% وتجميع ياباني، تعتبر افضل ماكينة حاليا بالسوق بالكويت. تمتاز هذه الماكينة ان هي سايلنت، صوت هادئ، وانفرتر، وتنفع حق الطلعات والكشتات والمخيمات والكرفانات. هذا الانفرتر يتسع الخزان تقريبا 15 لتر، وهني لها مسكة تنزل وترفع. طبعا حاليا هي شغالة 23 ساعة، توني مسوي لها سيرفيس بالوكالة مجانا. طبعا وكيلها الغانم، سعرها 1150 دينار. أفضل ماكينة حاليا لأنها يابانية. هذا صوتها ما شاء الله. نجربها ونعطيكم رأينا. بنشغل الماكينة ونجرب استخدام الماكينة. يعطيكم العافية. الحين شغلنا الماكينة وعلى هذا الكرفان في تكييف وحدتين. ما اصل حاليا الكهرباء 3000 بلدية. نوريكم مكيفين، واحدة طن ونص انفرتر وطن انفرتر. هذا تكييف طن ونص انفرتر، التكييف الثاني طن انفرتر. طبعا صوتها وايد هادي، ما في ازعاج.